وللمزيد حول مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق التمويل العالمي غدا بباريس، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحية، مشاركة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، قمة ميثاق التمويل العالمي، قراءتك لهذه المشاركة من قبل السيد الرئيس في هذه القمة؟ أولا مساء الخير عليكم وعلى كل مستمعيكم. هي قمة مهمة ومشاركة أهم، والحقيقة هذه المشاركة بتثري القمة وليس العكس. هذه المشاركة بتثري القمة لأن مصر من الدول الكبيرة ومن الدول الرائدة في مجال الدعم الفني والمشاريع التنموية، وهي دولة يعني ليها مشروعات كبيرة. يمكن السيد الرئيس كان لسه بيقابل مسؤول الأوروبي ثم مسؤول بنك التنمية الأفريقي بخصوص تمويل مشروعات تنمية في مصر وفي القارة الأفريقية. وبعدين تفتكري لما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان رأس ومصر ترأس الاتحاد الأفريقي، كان كل جهد مصر منصب على تمويل التنمية في أفريقيا، ومن قمة باريس على سبيل المثال، قمة فرنسا أفريقيا، قمة ألمانيا أفريقيا، قمة روسيا أفريقيا، قمة اليابان، القمة اليابانية الأفريقية، كلها بتنصب على تمويل عمليات التنمية وتمويل برامج ومشاريع التنمية. فإحنا دولة الحقيقة عندنا باع طويل في تمويل المشاريع الدولية، ويمكن إحنا مش بس عندنا باع في تمويل، لا، إحنا من المناديين على مستوى العالم بأهمية الدعم الفني أو التكنيكال أسيستنس، وليس فقط التمويل المادي أو الكاش ترانسفير. أهمية التكنيكال اسيستنس أو الدعم الفني التمويلي لمساعدة الدول على النهوض بسياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال الخبرات والاستشارات، وليس من خلال فقط التمويل المادي أو الفلوس والأموال. برضه فكرت تاني يعني تصريح السيد الرئيس ومناداته للدول العالم والممولين بتمويل التنمية، بأن ليست الأموال هي التي تبني ولكن الخبرات التي تبني، بالتالي نقل الخبرات عن طريق برامج التمويل الأجنبية جزء مهم جدا. يمكن السيد الرئيس في كلمته وفي حضوره ركز على هذه النقطة، أهمية نقل الخبرات من خلال التمويل الدولي وليس فقط دعم معونات أو برامج أو قروض مالية للدول النامية. دكتور عمرو، يعني حضرتك أشرت إلى نقطة في منتهى الأهمية، وهي الملف الخاص بالتمويل. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أنه السيد الرئيس سيركز خلال هذه القمة بشكل خاص على تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة آليات لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة. رؤيتك لذلك؟ صحيح، وفي نقطة مهمة خليني أقولها شيء بشيء أذكر. يمكن احنا من الدول التي تتلقى برامج دعم فني وتمويل وقروض، وليس هذا عيب، لكن احنا كمان عندنا صندوق التعاون الافريقي اللي ليه ايادي بيضاء على افريقيا. كلنا عارفين هذا الصندوق، كلنا عارفين تاريخ مصر في تمويل التنميه، ومش عايز اقول تمويل، خلينا اقول دعم التنميه في افريقيا ودول عديده من العالم من خلال خبرات، نقل خبرات مصريه الى دول العالم. وبالتالي فكره السيد الرئيس وكلام السيد الرئيس مهم جدا، ان يكون هناك شراكه وهناك مسؤوليه. ويمكن مصر نادت في كثير من اللقاءات باهميه مسؤوليه الدول المتقدمه والدول الصناعيه لا سيما في قضيه المناخ على سبيل المثال، في قضيه الهجره على سبيل المثال، في قضيه الامن والارهاب على سبيل المثال. احنا يا منادينا بان الدول الكبرى لابد ان تكون لها مسؤوليه في قضيه الارهاب، ان كثير من قضايا الارهاب ليست الدول العربيه والدول الاسلاميه مسؤوله عنها، لكن هناك اطراف خارجيه، قضيه الامن على سبيل المثال، قضيه الهجره على سبيل المثال. وبالتالي هناك مسؤوليه كبيره، وهو ما نادى به السيد الرئيس ان تتحمل الدول مسؤوليتها لايجاد اليه مستدامه لتمويل عمليه التنميه في الدول الناميه. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو صالح. شكرا. استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.